بعد ما كشف الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيج أنه وجه الدعوة لهداف مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله للالتحاق بالمعسكر التدريبي استعدادا للمباراتين الوديتين أمام كل من ليبيا والغابون، خرج الدولي المغربي عن صمته ليحرج خليلوزيج. وانشر هداف الدوري السعودي عبر حسابه الرسمي على تطبيق الانستغرام تدوين كذب من خلالها أقاويل الناخب الجديد قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أريد تكذيب كل الأخبار اللي كتقول أنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلا لم أتلقى أي دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله. وبهذا كيكون حمد الله قد كذب إدعاءات الناخب الوطني الجديد ليضع الأخير في موقف محرج، خاصة وأن الجماهير المغربية ترغب بشدة في أن يحمل حمد الله قميص المنتخب المغربي من جديد وتقديم مستوى رائع وتسجيل أهداف حاسمة، خاصة وأنه يقدم مستوى رائع رفقة فريق السعودي.